أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يتضمن إجراء أو يسمح بمعارضة أي يتضمن إجراء يسمح بمعارضة أي خطط لسحب القوات الأمريكية بشكل مفاجئ من سوريا وأفغانستان. ويتضمن مشروع القانون عقوبات جديدة على نظام الأسد ضمن قانون قيصر الذي أقره قبل أيام مجلس النواب الأمريكي. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. قانون قيصر قانون أمريكي من المنتظر أن ينتصر لضحايا نظام الأسد بعد أن يتجاوز جميع الأروقة التشريعية اللازمة لمروره إلى البيت الأبيض، ليصبح نافذاً بعد إقراره من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مجلس الشيوخ أقر قانون قيصر بالأغلبية، إذ فوت 77 عضواً في المجلس لصالح مشروع القانون، فيما رفضه 23 آخرون. القانون يفرض عقوبات على كل من يتعامل اقتصاديا مع نظام الأسد أو يموله أو يوفر قطع غيار لطائراته أو يلعب دورا في مشاريع الإعمار التي يديرها النظام وشركاته أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة. ويفرض قانون قيصر عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان ويشجع على إجراء المفاوضات ويأذن لوزارة الخارجية بدعم الكيانات التي تجمع وتحفظ سلسلة الأدلة من أجل الملاحقة النهائية لمن يرتكبون جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في سوريا. القانون في حال إقراره من قبل ترامب يمنح الإدارة الأمريكية المرونة للتنازل عن العقوبات على أساس كل حالة على حدة للحفاظ على استمرار المفاوضات، ويعود الفضل في إدراج القانون في دوائر التشريع الأمريكي إلى الضابط الذي انشق عن نظام الأسد وسرب 55 ألف صورة لأحد عشر ألف معتقل قتلوا تحت التعذيب في زنازين النظام. إقرار مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ الذي يعد أحد مكوني الكونغرس الأمريكي جاء بعد إقراره بأيام من قبل مجلس النواب بالإجماع، إذ يعتبر الأخير المكون الثاني للكونغرس. ليبقى السؤال الأبرز، هل سيبصر القانون النور وينتصر لقتل الأسد والمعذبين في سجونه ومن هجرهم إلى منافيهم القسرية؟ وهل سيصلح ترامب ما أفسده سلفه ويجعل القانون ناجزا؟ لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من الدوحة فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومعنا من واشنطن الدكتور عماد حرب مدير الأبحاث في المركز العربي في واشنطن. أرحب بكما وأبدأ معك دكتور حرب. إقرار قانون قيصر هذه المرة ضمن حزمة من القوانين وإضافة قوانين أخرى معه لإعادة طرحها، هل يشكل عاملا إيجابيا بالنسبة لهذا القانون وبالنسبة لإمكانيات تبنيه من قبل الرئاسة أم على العكس؟ بالحقيقة ما يحدث اليوم في العاصمة الأمريكية بالفعل لا أعرف كيف يمكن أن يؤثر في الوضع السوري إذا لم يكن هناك للولايات المتحدة بالفعل قوة على أرض الواقع في سوريا. أعتقد أن التشريع يساعد بالطبع، يساعد في ضبط ما يمكن أن يقوم به النظام، يساعد أيضا في حفظ حقوق الشعب السوري بالطبع، ولكن المشكلة ليست في واشنطن بالحقيقة، المشكلة هي في دمشق وفي طهران وفي موسكو. أعتقد أن قد يكون هناك موقف من الإدارة يمكن أن يساعد، ولكن بالحقيقة الإدارة لا تستطيع أن تفرض نفسها على ما يحدث داخل الأراضي السورية. نعم، يعني هل تعتقد أن الخطوة التالية ستحمل معارضة في مجلس النواب لحزمة القوانين هذه الكاملة؟ سيكون هناك تعديلات أخرى مثلا ستطرأ على هذا القانون بسبب وجوده الآن مع حزمة قوانين أخرى، كيف ترى الأمر دكتور؟ أعتقد أن قد هذا أمر متطور، هذا سيستمر. أعتقد أن بالنسبة للكونغرس الأمريكي، الكونغرس الأمريكي لا يستطيع القيام بشيء بدون موافقة البيت الأبيض بالطبع. إذا وافق الرئيس على التوقيع على أي تشريعات يمكن أن يصدرها الكونغرس، فأعتقد أن ذلك قد يؤدي إلى شيء. نعم، أذهب إلى ضيفي من الدوحة فضل عبد الغني. بتقديرك لماذا تم طرح هذا القانون؟ يعني ليس منفردا كما طرح من أيام وتم التصويت عليه، لماذا أضيفت له تفاصيل أخرى؟
هو عندما أقر النواب بيروح على الشيوخ، الشيوخ يعني أضافوا أول شيء أضافوا تعديلات وأضافوا أيضا بعض الأمور على الحزمة، والآن بيرجع على النواب مرة أخرى. هلأ شو بيصير؟ النواب عندهم في ثلاث خيارات، يا بيقروا الشيء اللي وافقوا عليه اللي أضافوه الشيوخ وبالتالي القانون بيمشي وبيطلع على الرئيس، أو بدهم يعدلوا أو يحذفوا. وقت بدهم يغيروا النواب بالتعديل أو الحذف هون بيجتمعوا مع ما الذي تم تغييره؟ ما الذي طرأ الآن على هذا القانون سيد عبد الغني حسب معلوماتك؟ نعم، بس خليني كفي هي النقطة لأنه مهمة. بيجتمعوا مع اللجنة اللي أضافت من بمجلس الشيوخ، وهي بهي الحالة لجنة العلاقات الخارجية، وحتى يتم التوافق على هي الأمور. ما بيرجع مرة أخرى للشيوخ، خلص هوني بيوقف وبينتهي الموضوع وبيتم. ونحن عم نحكي هلأ حاليا فقط على التعديلات وعلى الإضافات وليس على القانون نفسه. هلأ أول شيء الإضافات بقانون، إذا بنجي نحن على الشق اللي بهمنا وهو قانون قيصر، بالحقيقة الإضافات اللي أضافوها الشيوخ هي غاية في الامتياز وغاية في الحيوية والإفادة للشعب السوري ولا مسيرته نحو الديمقراطية. أول شيء اتهموا النظام بقتل 400,000 مدني من الضحايا، تشريد 12 مليون سوري اتهموه. ثاني شيء بالهجمات كيميائية متكررة. ثالث شيء وأنا من وجهة نظري هي كتير مهمة، اللي هن قالوا أنه النظام قام بالإفراج عن عناصر إسلامية متشددة كان هو معتقلة، وهي العناصر هي اللي كان لها دور أساسي بتأسيس تنظيم داعش اللي هو احتل تلت سوريا وأراضي واسعة من العراق، وبالتالي هي عملية ربط النظام بالتنظيمات المتشددة المتطرفة الإرهابية، وهذا أمر غاية في الأهمية. رابع شيء فرضوا عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، وأكدوا دور روسيا وإيران وحزب الله بدعم النظام السوري وتقديم الدعم له. هذا بما يتعلق بقانون قيصر. هاي الأمور هاي كلها النواب موافقين عليها، لأن إحنا ما بدنا ننسى أبدا أنه اللي صار ب 22 الشهر الماضي هو عملية نادر أن تحصل بأمريكا. شهدنا إجماع من مجلس النواب بالموافقة على قانون قيصر. هلأ الشغلات الثانية هن أضافوا أمور تتعلق بالمساعدات والتعاون مع الأردن، ولكن النقطة الإشكالية حقيقة هي واللي هي هون نقطة اعتراض من قبل النواب، واللي هلأ صار مجلس النواب مثل ما بنعرف أغلبه ديمقراطيين، هي تجريم المقاطعة لإسرائيل. وهن الديمقراطيين عم يقولوا أنه هذا حق دستوري، فبالتالي هي هي الحزمة كلها. وطبعا طيب في شق منها أنه بيمنع الانسحاب من سوريا وأفغانستان حتى الاستقرار. المتعلقة بالقانون ضد حركة بي دي اس العالمية الداعية لمقاطعة إسرائيل، يعني أنقل هذه النقطة لك دكتور حرب. كما تحدث السيد عبد الغني، ربما تكون هناك ممانعة من الديمقراطيين في مجلس النواب لهذه النقطة التي يقولون أنها تندرج ضمن حرية التعبير ربما في الولايات المتحدة. هذا الموقف هل يمكن أن يؤثر بشكل أو بآخر أو يقود ربما إلى مقايضات بشأن تفاصيل قانون قيصر؟ لا أعتقد أن القانونين يمكن أن يطبقا بنفس الوقت. أعتقد أن قانون أن تصويت الكونغرس ضد حركة المقاطعة، أعتقد أن هذا سيشمله ما يمكن أن يؤثر في الوضع السوري بالحقيقة. أعتقد أن الموقف الجمهوريين والديمقراطيين كليهما هو ملتبس بالحقيقة بهذا في 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 مسألة عمليات المقاطعة. عمليات المقاطعة بالفعل هي تؤثر على حرية التعبير، وهناك منظمات هنا سترفع دعاوى ضد هذا القانون. ولكن بنفس الوقت أعتقد أن الجمهوريين الديمقراطيين قد يمانعون بعض الشيء في أشياء أخرى، مثلا عملية الانسحاب السريع من سوريا، عملية تسليم روسيا وإيران كل شيء في سوريا. ولكن بالنسبة لقانون المقاطعة لا أعتقد أن ذلك سيؤثر كثيرا في عملية تطبيق قيصر، تطبيق قانون قيصر. ولكن بنفس الوقت هو
سيؤثر على في 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 الوضع الداخلي في الولايات المتحدة. ماذا عن الانسحاب الأمريكي دكتور؟ يعني كان الحديث في البداية عن أن يعني ما جرى ضمن مجلس الشيوخ من حديث حول موضوع الانسحاب الأمريكي هو غير ملزم بالنسبة لرئيس الولايات المتحدة، لكن الآن يعني بوضعه مع حزمة هذه القوانين، هل يمكن بالفعل أن يعني يدفع ترامب إلى التراجع عن قراره هذا؟ المشكلة الأساسية هي في تفكير ترامب بحد ذاته. ترامب يريد أن يخلي سوريا من أي جنود أمريكيين، لا يريد أن يبقي على أي جندي، ولكن هناك ضغط من الحزب الجمهوري بحد ذاته في هذا الإطار. الديمقراطيون بالطبع يعارضون، والجمهوريين والديمقراطيون متفقون على هذه النقطة، لا يجب إخلاء سوريا من أي تأثير أمريكي على الأرض، لهذا سيضغطون باتجاه الإبقاء على القوات الأمريكية. وهذا ما بالفعل ما تقول عنه القيادة العسكرية الأمريكية، أنها بالفعل لا تريد أن تترك سوريا لروسيا وإيران. قد الرئيس سيقبل وقبل، وهو تراجع بالفعل عن الموقف بسحب جميع القوات، وهناك كلام عن الإبقاء على 500 جندي مثلا للتدريب، ولكن بنفس الوقت هذه مسألة متطورة لا تزال قائمة. العملية تعتمد على ما يمكن للرئيس أن يقبل به، علما أنه بالفعل سلم سوريا منذ زمن طويل لروسيا وإيران. سيد عبد الغني، كيف تعتقد أن هذه الحزمة قد تنعكس على الوضع السوري وعلى وجود الولايات المتحدة في الوضع السوري؟ يعني لاسيما في ضوء ما تحدث به الدكتور حرب ورأيه بأن ترامب ربما قد باع الملف السوري منذ زمن. نعم، هذا القانون هو يلزم الحكومة الأمريكية إلى حد كبير المصادقة على تجميد قرار سحب القوات، وبالتالي يعني بتجمد القرار إذا اتخذ من السلطة التنفيذية قرار، بيجي هذا إذا تم قراره بيجمد هذا القانون، بيجمد هذا القرار. أولا النقطة الأهم أنه هو بيفرض أنه الخارجية الأمريكية تنشئ لجان لمتابعة التحقيق من أنه هذا الإجراءات تم الأخذ بها أو لا، يعني بيصير في إجراءات لمتابعة مين عم يتعامل مع النظام السوري أو مسؤولين بالنظام السوري، وبيتم فرض عقوبات فورا عليها، وبالتالي هذا بشكل ضربة قاصمة للروس، لأنه الشركات هي بدها تنقض لعملية إعادة الإعمار، وأيضا للإيرانيين. هلأ النظام في مشكلة بعملية الغاز، الشركات الإيرانية ما بتسترجي هلأ تزود النظام بالغاز ولا الجزائر أيضا، وبالتالي هي راح تكون يعني ضربة قاسمة للنظام ولحلفائه، واللي عم يعني يفكر هو لاحقا انه هو يستثمر مع النظام ويلاحق فيه. وايضا هو عودة للولايات المتحدة الامريكية بشكل كبير لتلعب دور مهم. طبعا يعني البيت الابيض او السياسة الامريكية التنفيذية هون بتلعب دور بانه لاي مدى انه هاي اللجان والخارجية تلعب هذا الدور، لكن وجود هذا القانون بحد ذاته هو انجاز لكل مين بيعارض النظام وبيعارض إيران وبيعارض روسيا. بمجرد إقراره هو ضربة قاسمة بغض النظر حتى عن اللجان وعن تبعاتها، لكن القانون بيحمل أنه في لجان، وهي اللجان يعني بعد 90 يوم وبيطلب منها أن تقدم تقارير دورية. والنقطة الأهم أيضا أنه القانون مدته 5 سنين، وهو بيتجدد إذا ما التزم النظام بنقاط معينة، يستحيل يعني وجوديا أنه هو يلتزم فيها، بأنه يكون في مسار سياسي أطلق سراح كل المعتقلين، وأيضا أنه لازم ما يقوم بأي عرقلة للمساعدات، وبالتالي النظام ما رح يلتزم طبعا بهي الأمور. وهو هذا إذا صمد هو وحلفائه، وهي يعني رسالة للحلفاء النظام أنه هن يتخلوا عنه، وأيضا يقوموا بإنشاء نظام سياسي حتى ترتفع العقوبات، وحتى شركات يعني ترجع من كل دول العالم. يعني إمكانية تجديد موجودة سيد عبد الغني، لكن أيضا منح الرئيس إمكانية إيقافه. دكتور، يعني بتقديرك هل من الممكن في حال التوصل لحل سياسي وفي حال أقر هذا القانون عند الرئيس ترامب أن يعني يصل إلى مرحلة يجد أنه من الأجدى إيقاف تطبيقه؟
بالحقيقة كما قلت سابقا المسألة تتطور، وهذه قضية لم يبت فيها نهائيا بالحقيقة، طالما أن المشروع لا يزال في أروقة الكونغرس فبالحقيقة هذه لا، أنا أوافق مع الزميل عبد الغني بأن هذا قرار من الإدارة الأمريكية ومن الكونغرس بالفعل سيؤثر كثيرا وقدرته أن يؤثر كثيرا، ولكن علينا ألا ننسى أن هناك حزمة، مثلا حزمة عقوبات أمريكية على روسيا أقر بها الكونغرس الماضي ولم تطبق حتى الآن، الرئيس والإدارة ترفض تطبيق هذه العقوبات بالرغم من مطالبات الكونغرس بذلك. لهذا أعتقد أن أي تشريعات من الكونغرس إذا لم يوافق عليها ويدفع باتجاه تنفيذها البيت الأبيض فهي بالفعل لن تؤثر كثيرا. لهذا أقول دائما أن العلاقة بين الرئيس ترامب وروسيا مؤثرة جدا فيما يمكن أن تؤثر به الولايات المتحدة في الواقع السوري. هذه مسألة بالفعل لا يجب أن نغفلها ولا يجب أن نتناساها. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عماد حرب مدير الأبحاث في المركز العربي في واشنطن، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من واشنطن، وشكر موصول لك أيضا فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كنت معنا من الدوحة. مشاهدينا المزيد من المعلومات والأخبار على موقعنا سوريا.tv. إلى اللقاء.